السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في سفر جديد كما عودتكم دائما. بداية الفيديو اختمني وقت ومجهود كبير في التصوير والإعداد لهذا المرجود دعمنا من خلال كترك تعليق وإعجاب، واللي كيشوف فيديو أول مرة يدعمنا بالاشتراك راك ما خسر والو، من أجل تشجيعنا على المضي قدما في تصوير طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. السفر اليوم إن شاء الله غادي ناخدكم معايا عبر الطريق الرابطة بين أمس مرير وبومال ندادس، ومسافة الطريق 62 كيلومتر حوالي الساعة ونصف من السياقة في الظروف العادية. في الدقائق الأولى غادي يكون ملخص لأهم المشاهد الموجودة على طول الطريق بالنسبة للمشاهدين اللي كيجيهم الفيديو طويل، بعدها غادي يكون تصوير للطريق كاملة. الطريق من أجمل الطرق اللي ممكن تمشي معها، لأن المناظر الساحرة اللي كتخليك تستمتع بالسياقة عبرها، وكذلك كتمتع بالعظمة الإلهية المتجلية في الجبال العملاقة اللي كتخترقها وانت سايق معها. والمنطقة هاد الأيام عرفات تساقطات مطرية وتلجية كثيرة، خلات قمم الجبال تتزين باللون الأبيض ما زادها جمالا على جمال. وهالطريق كتستوجب الحيطة والحذر، لأنها كلها منعرجات خطيرة كتخليك في قمة التركيز أثناء السياقة، لأنها كتمر مع ممر تصدرين اللي كتعتبر أخطر ممر في المغرب، وكذلك مضايق دادس اللي كتخترق الجبال من خلالها. ونتمنى يعجبكم فيديو، اللي كيشوف فيديو اول مره يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش جديد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربيه الحبيب. يلا تسافروا معايا. Thank you.
you.